أنجيلو موراتي رئيس منافسهم المحلي الإنتر كان واحدا آخر من الذين اتهموا بامتلاكهم مالا أكثر من المنطقة، لكن حين استقدم موراتي هيلينيو هيريرا للتدريب كانت تلك واحدة من أذكى خطواته، فقد برهن هيريرا أنه واحد من أكثر مدربي العالم عنادا وتجديدا. من الصعب بلوغ القمة والأصعب البقاء فيها، منافسونا يحسدوننا ليس فقط على نجاحنا بل لأننا دائما في القمة، مثلا يوفي وبولونيا وميلان وروما، إنهم دائم الحركة صعودا وهبوطا، لكننا دائما في الأعلى، وأتعهد لكم بأنني ما دمت مدربا للإنتر أريد النادي في القمة. يعود إلى هيريرا الفضل الكبير في إدخال كاتيناتشيو إلى قاموس كرة القدم، وكان الضغط من أجل النتائج وراء هذا الأسلوب غير المجازف. اشتروا قبعات القش. أضحى الإنتر رمزا لمبدأ الفوز بواحد مقابل صفر جراء هجوم مضاد هو النتيجة المثالية. حين قيل إن الإنتر كان فريق الكاتناتشيو فقد كانوا مخطئين، لم يكن الإنتر فقط بارعا في الدفاع والهجمات المضادة. صحيح أننا في المباريات الخارجية كنا نركز على الدفاع، لكن كان لدينا لاعبون سريعون، ما أتاح لنا التركيز على الهجمات المضادة وأيضا تحقيق نتائج أفضل بهذه الطريقة. لكن عندما نلعب على أرضنا كنا دائما نركز على اللعب الهجومي ونحقق النتائج. بعد التغلب على ريال مدريد عام 64 في نهائي الكأس الأوروبية، استعاد الميلان لقبه في السنة التالية ضد بنفيكا على ملعبه سان سييرو، والنتيجة 1-0. كان الفوز هو كل شيء بنظر أنجيلو موراتي مهما كلف الأمر.